بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أحباء المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. هنكتب معاكم جملة بخط الثلث العادي، ولكن هنحاول نكتبها كده على سطر، وبعد كده نحاول السطر ده نخلي الكلمة، تعالوا نشوف هنعمل إيه. هنخلي الكلمة تتشابك مع بعضها ونشوف الشكل الأجمل أنهي شكل فيهم. خط الثلث طبعا انتوا عارفين ان هو من الخطوط اللي بتتميز بانها بتحب التراكيب. هنكتب كده ولا سوف، ولا سوف، اللام اهي، حرف السين، ولا سوف، يعطيك، لعلمكم يا جماعة الخطاط لما بيكون بيعمل لوحة بخط الثلث، أي خطاط بيكتبها الأول بقلم جاف أو بقلم رصاص كده علشان يظبط الكتابة بتاعتها، وبعد كده يبدأ يعمل لها تركيب معين على حسب ما هو يشوف. يعني اللوحات الخطية اللي انتوا بتشوفوها ممكن في آخر الفيديو كده أسيب لكم بعض اللوحات الخطية. الخطاط في البداية ولا سوف يعطيك بيكتبها بالقلم الجاف، وبعد كده بيبدأ ان هو يعمل لها تركيبات او بيشوف انهي تركيب ينفع عليها، ان كانت بقى ينفع تركيب دائري، ان كان ينفع تركيب مستطيل كده. يعني احنا مش هنتطرق لاننا نكتبها بالحبر وكده، في فيديوهات قبل كده شرحنا فيها الطريقة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. طبعا خط الثلث من الخطوط اللي ما ينفعش تكتب بسرعة فيها، لازما تكتب ببطء. ونصحتي لأي حد بيتعلم خط الثلث أو عايز يتعلم خط الثلث، غير إنك تكتب ببطء ما تتكلمش وما تاخدش نفس أثناء ملامسة القلم للورق. تعالوا كده نشكلها تشكيل سريع. ولا سوف انا متأكد ان في ناس بتستنى الحلقات بتاعت خط الثلث حتى لو بالقلم العادي. معانا ان شاء الله باذن الله هنكمل حاجات كتيره جدا الناس حباها يعني بالنسبه للخط العربي. دي ممكن زيادة شوي. ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي طبعا مكتوبة بخط الثلث، عبارة عن سطر. تعالوا نشوف كده، نكتب جنبها كده ان دي مثلا رقم واحد، ان دي رقم واحد اهي. تعالوا نشوف هنطلع بأفكار تانية ايه لكتابة نفس الآية الكريمة. لو مثلا ده سطر الكتابة،
تعالوا نشوف هنعمل ايه. تعالوا نشوف نكتب على طول، يعني مثلا هنيجي كده نكتب الواو اهي، اللام، هتشوفوا جمال. انا ما كتبتش قبل كده والله الايه دي، ولكن يعني ايه خليها ايه ارتجال قدام حضراتكم كده. الفاء بدل ما هي على السطر هنا هنطلعها فوق هنا في المنطقه دي كده مثلا كده. ولا سوف يعطيك، خط الثلث بيتميز بانه هو يعتبر بيقول عليه سيد الخطوط، سيد الخطوط واصعب الخطوط على الاطلاق. من اجاد خط الثلث اعانه على سائر الاقلام. ولسوف يعطيك هنجيب مثلا حرف الراء في المنطقه دي كده، لا مش هينفع، يبقى هنعمله كده اهو. على فكرة في ناس هتحب الخط اللي هيكون على سطر واحد اللي هو الخط اللي فوق ده، وفي ناس تانية هتقول لك لا. القلم مانيش عارف ماله، ولكن يعني شغال كويس. هو المشكلة في الورق اللي احنا بنكتب عليه المرة دي مش زي كل مرة يعني. الفاء مع التاء ممكن نجيبها كده ونجيب كده، يعني ليها الشكل ده وليها الشكل ده برضو ينفع كويس معاه. فترضى، انا كنت عايز اجيبها الياء الراجعه، هتيجي معانا كويس ولا لا مش عارف. تعال نشوف يعني في ناس والله انا اعرفها يعني بتحب بس الكتابه كده، يعني ممكن يكون قاعد مع نفسه كده وتلاقيه بيكتب تركيب معين. هو ممكن يكون مش دارس الحروف، مش دارس شكل الحرف، ولكن هو بياخدها ايه كهوايه كده. ولسوف التشكيل طبعا هو اللي بيملى الفراغات بتاعتنا. يعطيك التشكيل بتاعنا يا جماعه مش بنحطه كده ايه هباء كده ولا بنحطه كده وخلاص، لا التشكيل طبعا بيكون ايه شيء مدروس. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ده رقم ايه؟ ده رقم اتنين، لان في ناس ممكن تختاره. عايزكم برضو تشاركونا كده في الكومنتات انهي شكل هيكون احسن بالنسبة ليك، انهي شكل هيكون احسن بالنسبة ليك، رقم واحد ده ولا رقم اتنين اللي هو ده. تمام، ده رقم واحد اهو وده رقم ايه رقم اتنين. يبقى ده تركيب على سطر وده تركيب او ده سطر بسيط وده تركيب على يعتبر ده تركيب مستطيل. مستطيل اهو، مستطيل ده مستطيل وده تركيب سطري عادي. ممكن تعمل التركيب ده ممكن ولسوف يعطيك ربك فترضى. هو عشان وقت الحلقه فانا مش حابب ان انا اطيل على حضراتكم. التراكيب في الخط في خط الثلث بتيجي عباره عن تركيب دائري او مربع. المربع ده يعني ايه مش مشهور قد كده. مربع او مستطيل، بيجي ايه مستطيل كده، تركيب مستطيل في خط الثلث. وبقى
في حاجات تانية شبه مستطيل، شبه مربع، يعني مثلا ممكن مثلا نجيب كده الكتابة بتاعتنا كده، وفي نص دايرة كده مثلا، ممكن النص دايرة دي تبقى كده كده، شايفين؟ دي أشكال عديدة ممكن تلاقي عليها التكوين بتاع خط الثلث. وبكده تكون انتهت حلقتنا. أتمنى أي حد شاهد الفيديو للآخر إنه يشترك في القناة، يفعل زر الجرس، وبيتهيألي التصوير المرة دي أفضل من التصوير بتاع الحلقة اللي فاتت. سيبوا لنا رأيكم في الكومنتات تحت، تختار رقم واحد وشكلها بالنسبة لك أحسن وقراءتها أفضل، ولا تختار رقم اتنين اللي احنا نسينا هنا نقطة في حرف التاء أهو. لو عايزين فيديوهات من دي باستمرار، هو النهارده عشان يوم الخميس، فانا قلت ان انا ايه نقول لكم شكرا على ما قدمتوه لينا الفترة اللي فاتت، ويا ريت شكرا منكم برضو، يعني كلمة شكر بتفرح والله، كلمة شكر بتفرح. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد ابو المجد من قناة رشاق الخط العربي على اليوتيوب. مع السلامة.